طبقنا واول اسبوع بعد الويك اند. يا رب تكونوا اتبسطتوا وعملتوا حاجات تبسطكم وتخليكم مبسوطين دايما. النهارده هنعمل منيو صيامي زي ما طلب معانا الاسبوع اللي فات. طلب مننا جدا 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 كتير الاسبوع اللي فات ان احنا نعمل منيوهات صيامي، عشان طبعا اخواتنا المسيحيين صايمين اليومين دول لحد 12/7 اعتقد. فاليومين اللي جايين هنعمل كده من وقت للتاني كده ايه منيو صيامي تقدروا، او افكار تقدروا ان انتوا تنفذوها. وفي نفس الوقت كنت حابه ان هي تبقى افكار عمليه، يعني ما بقاش عامله لكم حاجات صيامي زي اللي انتوا متعودين عليها، او بيبقى فيها شويه افكار او شويه ابتكارات عشان تسهل عليكم الموضوع، وفي نفس الوقت تخليكم بتاكلوا حاجه حلوه وطعمها حلو. هنعمل النهارده جلاش بحشو صيامي، وهنعمل كيك صيامي، هنعمل حاجات حلوه كتير النهارده. تعالوا نشوف اول وصفه معانا. هنعمل الجلاش بحشو صيامي، وطبعا ما تنسوش ارقام التليفون اللي قدامكم على الشاشه، كلمونا وشاركونا طول الحلقه باسئلتكم، وانا هكون معاكم من 12 لواحده ان شاء الله على الهواء. تعالوا نشوف المقادير ونشتغل فيها مع بعض. عندي جلاش بحشوه صيامي، محتاجين طبعا لفه جلاش، محتاجين مشروم، محتاجين جزر، فلفل الوان، بصل مفروم وثوم مفروم وملح وفلفل وبابريكا وبهارات مشكله وجوزة الطيب وزيتون شرايح، وعندي زيت ومعلقه صلصه ومكعب مرق خضار، وده اختياري لو هتشيلوه هقول لكم تحطوا مكانه ايه. احنا هنستخدم هنا مرق خضار ولا لحمه ولا فراخ. يبقى هقول تاني المقدار. عندي لفة جلاش، مشروم، جزر، فلفل ألوان، بصل مفروم، ثوم مفروم، ملح فلفل، بابريكا، بهارات مشكلة، جوزة الطيب، زيتون شرايح، زيت، معلقة صلصة، مكعب مرق خضار. طيب لو في حاجة من اللي أنا قلتها دي كلها مش موجودة، حابين تضيفوا مثلا بدل الجزر كوسة مبشورة، تزودوا كوسة مع الجزر، يعني الموضوع بقى اختياري. حابين مش بتحبوا الزيتون قوي تقدروا تشيلوه، مش بتحبوا الفلفل الالوان عندكم فلفل اخضر عايزينه يبقى سبايسي، الحاجات دي كلها تقدروا ان انتوا تتحكموا فيها زي ما انتوا حابين. هحط شويه زيت كده في الطاسه عندي وابدا اشتغل في الحشوه بتاعتي. هعمل الحشوه هشوحها كده على النار عشان تدي طعم حلو. هحط اول حاجه البصلايه، شويه زيت كده احط عليهم البصلايه. طبعا كانت مدام امال كمان اللي كانت طالبه مننا المنيوهات الصيامي او افكار صيامي اهو. احنا برضو الاسبوع ده عاملين حاجات سمك، الصيام ده فيه سمك، فبرضو المنيو بتاع السمك بتاع الاسبوع ده برضو هينفع مع الايام الصيامي. هحط شويه ثوم اهو، يبقى شويه بصل شويه ثوم مع شويه زيت كده. تمام، هشوحهم تشويحه حلوه كده. بصوا هاخر يعني لو تلاحظوا بحط البصلايه وما برميش وراها البصل، بستنى شويه تتشوح وبحط بعد كده الثوم وهكذا. انا عايزه كل حاجه تاخد وقتها عشان كمان الحراره عندي بتاعت الطاسه ما تهبطش وكله يتشوح ورا بعض. يبقى هحط بعد كده المشروم، وبرده لو مش حابه مشروم ما عندكوش اعمليها خضار وفلفل وخلاص على كده. يعني كل الحشوات اللي انا بحطها دي تقدروا ان انتوا تحكموا فيها، تشيلوا حاجه، تضيفوا حاجه، تزودوا حاجه، تحطوا مثلا كوسه، تحطوا فاصوليا خضراء عايزين تقطعوها، يعني كل الحاجات دي انتوا حرين فيها. يلا اصحوا وكلمونا بقى على ارقام التليفون اللي قدامكم على الشاشه عشان تشاركونا معانا كده احنا بنعمل ايه. اهو بصوا بشوح المشروم مع الزيت والبصل والثوم زي ما انتوا شايفين كده. تمام، وبعد كده هبدا ان انا احط الجزر. الجزر اكون بشراه لان انا الحشو عندي مش هياخد وقت على النار، فعايزه كل الخضار وكل الحاجات تبقى شرايح مكعبات صغيره ما تاخدش وقت خالص معايا في السوا، يا دوب اللي هو تدبل كده بسيط وخلاص على كده، ما بقاش محتاجه وقت ان انا بسوي الحشوه بتاعتي. هشوح الجزر مع المشروم ومع الزيت والبصل والثوم، حشوة حلوة جدا. وعلى فكرة هي يعني ممكن حتى لو احنا مش صايمين، يعني حتى اي حد مش صايم ممكن يعملها كنوع من انواع التغيير من اللحمة والفراخ والكبد والقوانص والحاجات اللي احنا بنعمل بيها الجلاش دايما، فبرضو تغيير ان انتوا تقدروا تعملوها بالخضار بالشكل ده.
تقدروا طبعا تعملوا سبرينج رولز بنفس الحشوه، تقدروا تعملوا عيش صاج بنفس الحشوه، عيش الصاج اللي هو اللي بيتباع عادي عند اي حد بتاع شاورما، العيش السوري ده تقدروا ما تستخدموش كمان جلاش وتستخدموا عيش الصاج لو حابين. بشوح كده، يبقى زيت، بصلايه، فصين توم كده مفرومين، وبعدين حطيت المشروم وحطيت الجزر بالشكل ده. هبدا انزل بالفلفل الالوان اهو، حابين فلفل حامي قطعوا قرن كده فلفل حامي، حابين يبقى عندكم بس فلفل رومي اخضر قطعوه، يعني ما تتحكم يعني مش لازم خالص ترتبطوا باي حشو هو ده اللي لازم يبقى موجود، لا ظبطوا باللي موجود عندكم في البيت واللي موجود عندكم في الثلاجه، ظبطوا انتوا اي حاجه بتحبوها حطوها. ممكن تبشروا جزر كوسايا برضو هتبقى تمام، فاصوليا خضراء، كل ده يمشي اهو. بشوح كده، وانا بشوح بالشكل ده هبدا انزل بالزيتون، عندي بقى زيتون اخضر او زيتون اسود، هحط شويه من الاخضر ده بيبقى طعمه حلو قوي، وشويه ممكن من الاسود كده، مش هكتر قوي عشان هيبقى تمام كده معايا، مش محتاجه اكتر من كده. هجيب بقى التوابل، البهارات، جوز الطيب، البابريكا، الملح والفلفل، وهبهر الحشوه بتاعتي اهو، هبهرها بقى كده تمام الشكل ده، وهبدا اجيب الملح والفلفل عندي نحط شويه فلفل اسود، ممكن نحط مكعب خضار برضو في الخلطه دي، بس انا هستكفي مكعب الخضار احطه بس فوق الوش اهو، وهبدا ان انا اقلب كل الكلام ده مع بعض تمام، مع معلقه الصلصه اللي انا لسه ما حطيتهاش عشان تبقى الحشوه عندي تمام جدا. هحط بقى معلقه صلصه كده، ريحه الحشو حلو جدا، الخضار مع المشروم مع الثوم مع الكلام ده كله حلو قوي. يا نوره. الو، ازيك يا نوره؟ الحمد لله. عامله ايه؟ صباحك زي الفل. صباح النور. بصي يا نوره، هنحط بقى شويه ميه مع الحشو ده عشان نفك الصلصه والبهارات اللي احنا حطيناها. يا نوره. نعم. ايه لسه صاحيه يا نوره ولا ايه؟ اصل انا بحب حضرتك جدا. الله يخليكي يا حبيبتي، تسلمي تسلمي. ممكن اسال عن طريقة تخزين البامية؟ حاضر، عينيا هقولها لك، قلناها قبل كده بس هقولها لك تاني. عينيا. بتعملي انت الاكل يا نوره؟ متجوزة ولا قاعدة مع ماما ولا ايه؟ لا قاعدة مع ماما. انت بتعملي يعني الاكل؟ برافو والله شاطرة. قولي لنا، طب ايه أكتر حاجة أنت مشهورة بيها في العيلة مثلا؟ نعم؟ ايه اكتر حاجه مشهوره بيها في العيله؟ يا نوره، المكرونه. المكرونه هي اي حد بيتزنق يدخل يعمل مكرونه وخلاص، هي معروفه وجبه العاديه. ايوه صح، المنقذه، الوجبه المنقذه. ماشي يا حبيبتي، حاضر هقول لك تخزني الباميه ازاي. ميرسي يا نوره، شكرا لتليفونك يا حبيبتي. كده الحشو عندي تمام، تعالوا نعيد بسرعه عملنا ايه في الحشو. حطينا زيت، حطينا بصل، ثوم، وبعدين نزلت بالمشروم شوحته، حطيت الجزر، جزر مبشور، اي خضار عندكم، كوسه، فلفل الوان، كل ده هبدا اشوحه بالتدريج كده مع بعض، وبعدين بهرت بابريكا بهارات مشكله، جوز الطيب، ملح، فلفل، وحطيت معلقه الصلصه والزيتون برضو الشرايح، لو بتحبوا طعم الزيتون يبقى في الجلاش، وبعد كده حطيت ما فيش ربع كوبايه ميه بس، ايه حركت الحشوه بيها مش اكتر من كده. دلوقتي بقى عندي ايه؟ عندي المرقه، مكعب المرقه احنا لسه ما استخدمناهوش، هدوبه في ميه كده مغليه اهو، هحطه في بوله كده وهدوبه في ميه مغليه بالشكل ده تمام، وهبدا اجيب برضو بولة فيها زيت كده، أشيل بس كل الكلام ده كده. يا هبة،
ازيك يا هبه؟ الله يسلمك، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، كله زي الفل. يا بوبا. نعم. انا معاك يا حبيبتي، اتفضلي. انا عاوز اسال عن طريقه البيتزا. حاضر، هقول لك طريقه البيتزا، وكنا عاملين حلقه كامله برضو، حباكي ترجعي لها على قناه اي تي سي على اليوتيوب اتفرجي عليها. بس هقول لك العجينه. حاضر. بس هي طريقه البيتزا بتعمل لها عجينه ولا بتتعمل ازاي؟ بنعمل عجينه الاول وبعدين بنخمرها ونبدا نشتغل بيها بقى، نعمل صوص البيتزا او بنشتري صوص جاهز لو انت مش حابه ان انت تعملي الصوص في البيت. وبس احنا عملنا يعني الحلقه كامله، لو كمان عايزه تدخلي تتفرجي على التفاصيل واحنا عملناها ازاي وعجننا ازاي وفردنا والتفاصيل دي كلها، ادخلي احسن اتفرجي على اليوتيوب، هتلاقي قناه اي تي سي عليها الحلقه، اكتبي حلقه البيتزا طبق طبقنا هتلاقيه طلع لك على طول، تقدري برضو تتفرجي على التفاصيل كلها عشان تتعلميها من الف للياء. شكرا يا حبيبتي. تمام، بصوا انا دوبت مكعب المرق، عندي بوله فيها زيت تمام، وعندي اللفه بتاعت الجلاش بتاعتي والصينيه اللي انا هشتغل بيها. تمام، بصوا بحضر حاجتي كلها جنبي كده عشان تبقى الدنيا مترتبه بالنسبه لي، وعندي الحشو خلصان خلاص ورفعته من على النار. هبدا ان انا اجيب اللفه بتاعت الجلاش، وهجيب كمان يعني فرشه كده عشان ابدا ادهن كل طبقة والتانية. احنا متعودين بندهنهم بالسمنة او بالزبدة او اي حاجة من المواد الدهنية دي. تمام، انا هدهن المرة دي بزيت، احنا عاملينه صيامي فالطبيعي ان انا هدهن بزيت. صافي من اسكندرية، صباح الفل يا صافي. صباح النور، ازيك يا شيف اسماء؟ الحمد لله، انا لسه جايه من عندكم امبارح على فكره. والله انا فرحانه جدا، حضرتك فاكراني انا صافي تطبيقات من اسكندريه. بجد؟ ازيك يا صافي؟ وحشاني جدا، والفرحه كمان. لسه يا عيني، واحده قالت لي ان انت على القناه اول مره اكتشف النهارده، والله قلت اصبح عليك واسلم عليك. طب استني نفهم الناس صافي تطبيقات ايه، صافي تطبيقات عشان الناس تفهم، يعني احنا فهمنا. عشان حضرتك تفتكريني بس. لا، صافي كانت اكتر الناس اللي كانت بتبعت لنا قبل كده في البرنامج التطبيق، يعني كل حاجه بنعملها بتقوم مطبقاها، يعني مش قادره اوصف لكم المنيو كله الثلاث وصفات، هي كانت بتطبقه وتبعت لنا صوره. وان شاء الله. يلا صافي بقى ابعتي لنا المره دي كمان. عينيا يا حبيبتي، منوره الدنيا يا حبيبتي، وربنا يحسن ما بين ايديك. انا سعيده جدا والله ان انت. جو حلو اليومين دول في اسكندريه، لسه راجعه امبارح. تعالي نعزمك عندنا. انت لسه راجعه امبارح، انا اسكندرانيه صافي. يا حبيبتي، عشان كده كانت منوره بيكي والله. الله يخليكي يا حبيبتي. ربنا يحسن ما بين ايديك، انا بس قلت اصبح عليكي. صباحك زي الفل. صباحك زي الفل، تليفون جميل زيك يا حبيبتي. الله يخليكي. صباحك زي الفل. تسلمي يا صافي. بصوا هناخد بقى رق رق من الجلاش ده، واي زيادات مفيش مشكله هطبقها جوه البايركس اللي عندي او الصينيه اللي انا شغاله بيها، المهم ان انا هورقه بالزيت كده ما بين كل طبقه والتانيه. طبعا لو احنا مش صايمين وعايزين نعمله بالخضار تقدروا تعملوا الخطوه دي عادي، بالسمنه مفيش مشكله خالص. انا بس بعمل الوصفه من اولها لاخرها صيامي، مش الحشو بس، عشان ندي افكار ونقول ازاي بيستوي والكلام ده كله من الالف للياء، مش ميبقاش فيه اي حاجه مش موجوده عندكم او مش عارفين بتعمل ازاي. اهو بصوا اي زيادات ببدا اطبقها كده جوه، او حابين تسووه على قد البايركس ممكن تعملوا كده والباقي ده تحطوه جوه برضو ينفع. اهو اهم حاجه ان انا ما بين كل ورقه والتانيه لازم ادي دهنه ماده دهنيه، لو احنا صايمين هندي زيت، لو مفيش صيام هنشتغل عادي بسمنه هتبقى الدنيا تمام جدا. هبدا ان انا احط، انا بصوا الحته الزياده حطيتها هنا، يبقى المره دي الحته الزياده احطها هنا عشان تبقى ايه، يبقوا زي بعض. اهو هبدا كده ساوي، وهكذا لازم برضو احط زيت كده. اخدت الزيتون؟ لا، زيتون هنا. ماشي، وهبدا ان انا اطبق اي زياده كده بالشكل ده اهو، وهكذا. هحط طبعا نص المقدار بتاع الجلاش، تمام.
تمام كده. طيب وانا بحط الجلاش كده، انا هحط طبقه كمان قبل ما احط الحشو، وانا بحط الجلاش تعالوا اقول لكم عجينه البيتزا اللي طلبت مننا. عجينه البيتزا عندي كيلو من الدقيق، عليهم معلقه من الخميره، معلقه من السكر، وعندي رشه ملح بس مش اكتر من كده. انا في عجينه البيتزا ما بحطش غير خميره وسكر وزيت زيتون، ربع كوبايه من الزيت الزيتون على الكيلو. تمام، يبقى معلقه سكر، معلقه خميره، ربع كوبايه زيت زيتون على كيلو الدقيق، ونص لتر ميه بالتدريج بعجن العجينه بتاعتي. عجن مستمر 7-8 دقائق هيبقى عندي العجينه كويسه جدا. اول ما تعجن كويس هسيبها تخمر حوالي ساعة ونص، وبعدين هبدا اشكلها البيتزا وافردها واحشيها اي حشو انا عايزاه بعد ما احط الصلصه بتاعت البيتزا. استاذ حسين صباح الفل. يا صباح الفل يا شيف، الله ينور عليك والله يا شيف. زي حضرتك يا استاذ حسين. الله يخليك، تسلم ايدك والله. الله يخليك. صراحه حلقه جميله من حلقاتك انت والله دي. تسلم، ربنا يخليك يا استاذ حسين. ربنا يبارك في عمرك كده ودايمك بتستعنى بالحلقات يعني والاكلات الجميله والله يا شيف صراحه. تسلم والله يا استاذ حسين، ده من ذوقك ومن ذوق اهل اسوان كلهم الجميل. الله يخليك، تسلم والله. الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك. بقول لحضرتك ايه، انا كنا طالبين عايزين الايس كريم، حضرتك هتعملي الحلقه دي قريب ولا لسه؟ هعملها قريب عينيا، هعملها قريب عينيا. هنعملها بقى الاسبوع الجاي، هنعمل حاجات مصايف وهنعمل الايس كريم بكذا طريقه، وايس كريم موفر وايس كريم لايت. حاضر الاسبوع الجاي هنتك على الموضوع ده. الجو حر يا شيفا. حاضر، انا كنت مستنيه بس الناس تخلص امتحانات ويطلعوا يبداوا يطلعوا المصيف ندخل في الوصفات دي، بس حاضر نعمل ايس كريم عشان انتم مستعجلين عليه وكذا حد كمان سالني. ان شاء الله. ماشي ماشي يا شيف، شكرا. عينينا استاذ حسين، شكرا شكرا. كنت مستنيه بس الناس تخلص امتحانات كده عشان تطلع الاجازه والمصيف والكلام ده كله واديكوا افكار، بس نعمل الاسبوع الجاي مفيش مشكله ايس كريم. انا بقول لكم الاسبوع الجاي ان انا ببقى عامله المنيو بتاع الاسبوع كامل، فبناء برضو على الحاجات اللي انتوا طالبينها من الاسبوع اللي فات، في حاجات بلح الشام، في ناس طالبه مني حاجات كتير ان شاء الله موجوده في منيو الاسبوع ده. حطينا الحشو في النص وهنبدا ان احنا نعمل الطبقات اللي من فوق. خلاص احنا كده فهمنا الفكره. تمام، خلاص. قبل بس ما نطلعوا فاصل ممكن اقول تخزين الباميه عشان نبقى كده جاوبنا على الاسئله اللي جات لنا النهارده. عندي تخزين البامية، هجيب البامية هقمعها من فوق، هقطع الجزء كده داير ما يدور أمشي مع القمع اللي فوق، والحتة اللي موجودة تحت دي هقوم قطعها بالسكينة رفيعة قوي، حاجة زغنططة قوي، أشيل بس الطرف اللي من تحت ده، وبعدين هبدأ أن أنا أغلي مية، وبعد ما أغلي مية هنزل فيها البامية، وبعد كده يبقى عندي بولة فيها مية بتلج. هبدا ان انا ارفع الباميه من الميه المغليه، الميه مغليه بس مش على النار، يعني الميه اتغلت وخلاص وطلعتها من على النار وسبت الحله وهي سخنه، نزلت فيها الباميه، بعد كده هحطها في بوله فيها ميه بتلج تبقى ساقعه جدا، هبدا ان انا احطها فيها واسيبها تهدى خالص وتبرد خالص. ليه تلج؟ ليه مش ميه بارده بس؟ لان ميه بارده بس هتبقى هتاخد سخونيه الباميه وهتبقى برضو ميه دافيه، فهتغير لي لون الباميه. لا انا عايزه ميه بتلج عشان كل ما الميه يعني تسخن او تهدى درجه حرارتها التلج يخليها ساقعه. تمام، احنا كده خلصنا خلاص الجلاش، هحط بس اخر طبقه وهقطعه. استنوا طب عشان اوريهم بالمره نقطعه ازاي عشان ندخله الفرن على طول. ونمشي على طول. حاضر، بصوا اخر بقى طبقه هسويها كده على جوه عشان تبقى الصينيه عندي شكلها حلو او متناسق اهي بالشكل ده كده، وبرده هقوم حاطه دهنيها زيت بالشكل ده زي ما اتفقنا. لو حابين نعملها نفس الحشو ومفيش صيام او حاجه هتبداوا تدهنوها بشويه سمنه مع شويه الزيت تطعمها، طعمها كده برده بيبقى حلو جدا وخفيف وبيبقى منتهى الجمال. طيب في الطبيعي احنا بنسقي، عندي دلوقتي هيبقى مشكله في تسقيه الجلاش، هتقولوا لي احنا في الطبيعي بنسقيه ببيض ولبن
وشويه ملح وفلفل اسود مع البيض واللبن ونسقي الجلاش بتاعنا. طب احنا دلوقتي ولا هنعرف نحط بيض ولا هنعرف نحط لبن عشان الصيام، طب هنحط ايه؟ هنبدا ان احنا بعد ما عملناه بالزيت بالشكل ده هقطعه بالسكينه زي ما احنا متعودين عادي خالص، متعودين احنا بنقطع الجلاش قبل ما بندخله الفرن اهو بالشكل ده تمام. وعندي مكعب مرق الخضار اللي انا دوبته معاكم من شويه في الميه السخنه، هبدا اسقي بيه بس مش عايزه اغرق الجلاش، انا عايزه اسقي بيه الجلاش اهو هوريكم ازاي، عشان من وقت للتاني في اول يعني هشوف كده لو انا محتاجه اسقيه تاني بعد ما ادخله الفرن بعديها بشويه هعمل كده. بس بقى الخطوه دي لو عملتوها وهو في الفرن يبقى بعد ما دخل يعني مفيش اقصاكم خمس دقايق، مش بعد كده يعني مش بعد ما يستوي نقوم مزودين عليه التسقيه بتاعت المرقه. وانا في الغالب مش بحتاج اعمل كده، هقول لكم دلوقتي تعملوا ايه عشان ما تحتاجوش تسقوه تاني وهو في الفرن تمام. انا كده قطعته بالشكل ده، عندي المكعب المرق اللي انا مدوباه اهو، هبدا ان انا اسقي بيه الجلاش عندي بالشكل ده قبل ما ادخله الفرن. يبقى انا كده ما استخدمتش اي حاجه فيها ولا بيض ولا لبن ولا الكلام ده كله. طب لو ما عندنا صيام هنبدا نسقيه ببيضه عليها كوبايه لبن وملح وفلفل، ونقوم مسقيين الجلاش بتاعنا ومدخلينه الفرن تمام كده. تمام جدا، مش محتاجين اكتر من كده، زي الفل. حابين تزينوه بشويه زيتون من فوق الوش، اي حاجه اللي انتوا حابينه ممكن تقدروا تعملوا كده او تدخلوه الفرن زي ما احنا هندخله دلوقتي. هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل بقيه وصفاتنا، استنونا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا الجلاش الصيامي وعملناه بطريقه سهله وبسيطه وطعمه يجنن، جربوه بالحشو ده هيعجبكم قوي. ودلوقتي هنعمل عيش البطاطس، وعيش البطاطس صيامي وغير صيامي ينفع، يعني هي دي نفس طريقته صيامي ونفس طريقته لو حتى مش صايمين. تعالوا نشوف مقاديره ونشتغل فيها مع بعض. عندي كوبايه بطاطس مسلوقه ومهروسه، وعندي كوبايتين ونص من الدقيق، وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر، وعندي ملح وفلفل ونص معلقه بيكنج باودر، وعندي كمان بقدونس مفروم ومعلقتين زيت زيتون ومعلقه ثوم مفروم. هقول تاني المقدار، عندي كوبايه بطاطس مسلوقه ومهروسه، وعندي كوبايتين من الدقيق ونص، وعندي بابريكا وثوم باودر وبصل باودر وملح وفلفل ونص معلقه بيكنج باودر وبقدونس مفروم واتنين معلقه زيت زيتون ومعلقه ثوم مفروم تمام. تعالوا كده ايه العيش ده، هنحط كل المكونات بتاعتي على بعض، يعني ما فيهوش اي تكنيك خالص، هحط كل المكونات على بعض. هبدا اجيب كده طبعا على ايديكم عادي، بس انا دايما العجان بينجز معايا وقت عشان وقت الهواء تمام. نشيل بس دول كده. حطيت البطاطس، هحط كمان اهو، هحط شويه بقدونس وهسيب الباقي هقول لكم هعمل بيه ايه تمام. هبدا احط الثوم الباودر اهو بالشكل ده، الثوم بس لما بيتساب شويه في الهواء بينشف شويه. الثوم الباودر، هبدا ان انا احط البيكنج باودر، البصل الباودر، البابريكا زي ما شفتوا كده ما فيهوش تكنيك، يعني هو كل الكلام ده كده على بعض، على فص ثوم تمام، وشوية زيت الزيتون. طبعا لو ما فيش زيت زيتون استخدموا زيت عادي ما فيش مشكلة خالص، شوية زيت كده زيتون. وهبدأ ان انا اعجن الكلام ده كله مع بعض، وهحط عليه كوبايتين ونص من الدقيق، ما فيهوش اي سوائل، انا بربط بالبطاطس. يبقى البطاطس كل البهارات، بابريكا بصل باودر توم باودر بقدونس ملح فلفل، كل ده هحطه مع بعض مع معلقه توم مفروم مع معلقه زيت زيتون، وهضربه لحد او يعني هعجنه على ايدي لحد ما كل المكونات دي تدخل مع بعض. هبدا احط كوبايتين ونص دقيق بالتدريج كده بالشكل ده،
وهعجنهم على ايدي، مفيش مشكله خالص. يعني انا هحتاج ان انا شويه ادخل المقدار بايدي عشان اوريكم. بصوا انا هنا مش حاطه اي سوائل، انا بربط بالبطاطس، يبقى البطاطس اللي عندي هي دي اللي انا بعجن بيها. تمام اهو، بصوا بدخل كل البطاطس اللي عندي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده مع الدقيق وعجنها كويس اهو بالشكل ده كده لحد ما تربط معايا. لو حاسين ان هي لسه محتاجه حاجه سايله هزود بطاطس، لو محتاجين ان هي لسه بتلزق هزود دقيق. دي الماده اللي بتفك معايا ودي الماده اللي بتلم معايا، بطاطس ودقيق. بطاطس عندك اسلم. تمام هبدا ان انا الم كده كل اللي تحت ده بايدي بالشكل ده، لسه عندي بطاطس كده تحت اهو، لحد ما اعجن كل العجينه مع بعض بالشكل اللي انا هوريه لكم ده. استاذ محمود صباح الفل. ايه ازي حضرتك؟ الحمد لله يا استاذ محمود، ازي حضرتك؟ الحاجات الجميله اللي بتعمليها حضرتك دي الله يخليك، جميله جدا والله. الله يخليك، تسلم تسلم يا استاذ محمود. اتفضل. عارف طريقه عمل الارانب ده؟ الارانب انا سامع صح. حاضر، عينيا هقول لحضرتك الارانب عينيا. شكرا. بصوا شكرا يا استاذ محمود لتليفونك وهرد على حضرتك عينيا. شايفين بصوا العجينة عاملة ازاي؟ اهي مش محتاجين اي سوائل، انا بربط بالبطاطس بالشكل ده، شايفين؟ اهي تمام. طبعا بتشتغلوا على مكان نظيف، تكونوا غاسلينه ومظبطينه قبل ما تشتغلوا. تمام اهو كده بالشكل ده. تمام. طب في بقى نقطة، لو لقيتوها بتلزق تبقى محتاجة شوية دقيق، لو لقيتوها بتلزق زيادة، لو لقيتوها ناشفة بزيادة والدقيق مش لامم كده بالشكل ده هتبقى محتاجة شوية بطاطس. طب أنا عندي هنا بصوا، تمام جدا، أنا عندي هنا بصوا بعمل كورة أهي بالشكل ده. تمام قوي، أنا كده العجينة عندي مظبوطة خالص، مش محتاجة أكتر من كده. تمام؟ تعالوا بقى هنريح العجينة دي شوية، هنريحها قد إيه؟ حوالي ربع ساعة كده، إيه البطاطس تشرب من الدقيق وتبقى متداخلة مع بعض كويس قوي، وبعدين هشتغل فيها. هسيبها 10 دقايق تريح، وبعد ما تريح هبدأ إن أنا أشتغل فيها. عندي العجينة بعد ما ريحت بالشكل ده هبدأ إن أنا أقسمها كور متساوية. بعد ما العجينه ريحت هبدا ان انا اقسمها كور متساويه. اهي العجينه، طبعا هجيب دي عشان افرد. بصوا بعد ما بتريح بتدخل مع بعض اكتر المكونات، وبتبقى بالنسبه لي حلوه جدا. اهو هعمل الكور اهي بالشكل ده، كل كوره رغيف اهو بكورها كده، وهبدا ان انا اشتغل فيهم. طعمه حلو جدا، متبهر مليان بهارات حلوه، البقدونس بيديله طعم مع الثوم مع زيت الزيتون، طعمه في منتهى الجمال. طبعا لو حد مش صايم مع شويه جبنه، لو مع صيام هو لوحده مش محتاج اي حاجه، ممكن تحطوا عليه شويه زعتر بزيت زيتون تلفوه رول كده بيبقى حلو قوي. تمام. فدي فكره، يعني عيش البطاطس ده مش مقتصر على الناس الصايمه، هي وصفة حلوة جدا ينفع نعملها سواء صايمين او مش صايمين. تمام. معانا هبة، هنجيب بس شوية دقيق ونبدا نفرد العيش بتاعنا. يا هبة ازيك؟ خير. ازيك يا بوبا، عاملة ايه؟ الحمد لله انا بحبك جدا جدا جدا. الله يخليك يا هبة، عاملة ايه انت قولي لي؟ الحمد لله منورة الشاشة. الله يخليك يا حبيبتي، تسلمي. ممكن ابعت هداء؟ اتفضلي طبعا ينفع، واحنا بنفرد كده، قولي اللي انت عايزاه. انا مستمعاكي، علي صوتك يا بابا شويه. هبعت اهداء لاختي اقول لها كل سنه وانت طيبه بمناسبه عيد ميلادها. واحنا كمان بنقول لها كل سنه وهي طيبه،
اسمها ايه؟ ايه؟ اسمها نورة. ايه؟ اسمها ايه؟ نورة. نورة، كل سنة وانت طيبة يا نورة. ربنا يخليك يا سيدي. حبيبتي جدا. حبيبتي الله يخليكي، تسلمي يا حبيبتي، تسلمي لي. الله يخليكي يا حبيبتي. مع السلامة. مع السلامة حبيبتي. بصوا بفرده بمنتهى السهولة كأنه عيش. كأنه مش بطاطس خالص، ما فيهوش أي تلزيق، بصوا بيتفرد أهو بمنتهى السهولة. ولا بيلزق ولا أي حاجة التلزيقة بتاعت البطاطس دي. أهو. هبدأ كده أفرد، أنا محتاجة يتفرد رفيع، مش محتاجة إن هو يبقى تخين خالص. بصوا أصلا العجينة متبهرة جدا ببهارات حلوة قوي مع الثوم والبقدونس، شايفين باين إزاي؟ أهو ببدأ أفرد، مش محتاجة إن هو يبقى العيش تخين، عايزاه سمكه رفيع بالشكل ده. وببدأ إن أنا في طاسة فيها شوية زيت زيتون بسيط خالص، يعني رشة كده مش أكتر من كده، وهعملها كمان بالمنديل. عارفين نفس فكرة الكريب ما بتعملوه، هو نفس الموضوع، حط شوية زيت زيتون خفاف كده، وهقوم مسحة بس الطاسة بيهم، وهبدأ أحط الرغيف بتاعي بالشكل ده. أهو ما بياخدش دقيقتين، يعني ما بياخدش بالظبط، يعني أقل من دقيقة هتلاقوني بقلبه الناحية التانية. تمام، أي حاجة خضراء إسلام عندك. أهو بالشكل ده كده. بصوا هقوم قلباه، بصوا شايفين بمنتهى السهولة بتعامل معايا، ولا بيلزق ولا أي حاجة. اهو بقوم قلباه كده بالشكل ده، شايفين هو ده اللي انا عايزاه، بياخدش وقت خالص نهائي. تمام، طيب تعالوا بقى نعمل شويه الثوم مع زيت الزيتون مع البقدونس اللي انا هحطهم فوق الوش. هحط شويه بقدونس اللي ايه، هحط شويه زيت زيتون على الثوم والبقدونس، شايفين حطيت شوية ثوم وشوية بقدونس. قولوا لي عايزين ايه. ماشي، شوية كده بقدونس وثوم وزيت زيتون، بقلبهم مع بعض اهو. وينفع لو مش صيامي ينفع تحطوا زبدة بدل الزيت الزيتون، ينفع تحطوا زبدة بدل زيت الزيتون. حاضر، هنقول مقادير العيش تاني عشان اللي ملحقش يكتبه، وبرضو لو قدرنا ننزله على الشاشة عشان تنزلوه. عندي كوباية من البطاطس المسلوقة والمهروسة، وعندي كمان عليهم كوبايتين ونص من الدقيق، وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر وملح وفلفل، وحطينا كمان نص معلقة بيكنج باودر ومعلقة زيت زيتون ومعلقة توم مفروم. تمام، كله عجناه مع بعض لحد ما بقت عجينه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده بقينا حطيناها ترتاح 10 دقايق، قسمتها كور بالشكل اللي انتوا شايفينه، وبفردها زي ما انتوا شايفين كده، وببدا ان انا اعملها على الطاسه رغيف رغيف، ما بياخدش 30 ثانيه على الوش ده وعلى الوش ده، بيطلع معايا زي الفل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام، هفرد ده وهقول لكم هنعمل ايه بشويه زيت الزيتون والثوم والبقدونس المفروم اللي انا حطيتهم على جنب. عيش في منتهى الجمال، ينفع فطار، بيتاكل ساده كده طعمه يجنن. انتوا اكيد متخيلين هيبقى طعمه عامل ازاي بالبهارات والحاجات اللي احنا حطيناها فيه. بصوا اهو بيتشال بمنتهى السهوله، ولا بيلزق معايا ولا اي حاجه. وهبدا ان انا احطه، وممكن بعد ما انا احطه كده بالشكل ده هبدا اسويه عادي بمنتهى السهوله، ما فيهوش اي مشكله. بصوا ما بياخدش ثانيتين وبتلاقوا لونه غير بالشكل ده. طيب انا عامله طبعا كميه قبل الهوا، هات لي الاندرلاين الاسود ده للاسلام. عامله كميه قبل الهوا بالشكل ده اهو، هشيل كل الكلام ده عشان تشوفوه. حاضر، هبدأ بس ألم الدنيا هنا، شايفين العيش شكله حلو جدا.
والعيش برضو اللي انا حطيته، بصوا ما فيش ما بياخدش وقت خالص، هرفعه من على النار. طيب بعد ما عملنا العيش بتاعنا وبقى بالشكل اللي انت شايفينه ده، هبدا اعمل ايه؟ هبدا وانا بقدمه، يعني لو هعمل كميه وهشيله هشيله بالطريقه دي، وانا بقدمه كده هقوم عامله ايه؟ حاطه العيش، جايبه فرشه ودهناه بالخليط بتاع زيت الزيتون والثوم والبقدونس ده، اهو شايفين؟ او حابينه يبقى كده برضو تمام، اهو لفوه بقى رول كده وكلوه، تاكلوه تغمسوا بيه حاجه، هو بجد في منتهى الجمال، متبهر وفيه الاعشاب وكل حاجه. تقدروا تحطوا كمان فيه زعتر، ريحان، اللي انتوا حابينه بدل البقدونس، تقدروا تتحكموا في الموضوع ده، اهو الشكل ده كده. هعمل شويه كده وشويه هقدمهم لكم ساده، تمام؟ احنا كده هنطلع فاصل، احنا خلصنا عيش البطاطس كله، مش بعمل حاجه غير ان انا هدهن شويه كده وهقدم لكم الباقي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل هنعمل احلى كيك صيامي سهل جدا وبسيط ممكن تعملوه، استنونا بعد الفاصل. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. بعد الفاصل قلنا هنعمل مع بعض كيك صيامي حلو جدا جدا، تعالوا نشوف مقاديره ونشتغل فيه مع بعض. هنعمل مع بعض الكيك الصيامي بطريقه سهله وبسيطه ومش محتاجه اي يعني مشكله، واي حد اول مره يدخل برضه هيعملها بمنتهى السهوله. تعالوا، عندنا كوبايتين من الدقيق واربع معالق كبار من النشا، وعندي ربع معلقه بيكربونات، ومهمه البيكربونات في الوصفه دي لان احنا في حاجات كتير مستغنيين عنها، هقول لكم هي ايه واحنا شغالين. عندي معلقه كبيره من البيكنج باودر، عندي رشه ملح، 2 معلقه من الكاكاو كبيره، وعندي كوبايه ونص من الميه، وعندي نص كوبايه من الزيت، وربع وكوبايه وربع من السكر، ومعلقه خل، والموز، وعندي صوص الشوكولاته. الموز هنا اختياري، لو حابين تشيلوه تقدروا ان انتوا تشيلوه تعملوا من غيره. وعندي كمان نص الصوص بتاع الشوكولاته، نص كوبايه من السكر، وعندي نص كوبايه من الكاكاو، ونص كوبايه زيت، ونص كوبايه من الميه. يبقى تعالوا نشوف تاني المقادير. عندي كوبايتين من الدقيق، اربع معالق كبار من النشا، وعندي ربع معلقه بيكربونات ودي مهمه جدا، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر، ورشه ملح، واتنين معلقه كاكاو، وكوبايه ونص من الميه، وعندي نص كوبايه من الزيت، وكوبايه وربع سكر، ومعلقه خل برضو مهمه عشان احنا ما عندناش اي مواد رافعه يعني، ولا بيض ولا الكلام ده كله، فهنبدا نحط البدايل. وعندي موز، والموز هنا برضو اختياري، لو حابين تشيلوه من الوصفه تقدروا اللي انتوا تشيلوه، تمام. عندي صوص الشوكولاته محتاجه له نص كوبايه من السكر، وعندي زيت، وعندي نص كوبايه كاكاو، ونص كوبايه ميه، كل المقدار انصص بالنسبه لصوص الشوكولاته. تعالوا اول حاجه هنحط المكونات الجافه على بعض. هحط الدقيق، عليهم البيكربونات صودا، عليهم البيكنج باودر، تمام. هبدا كده احط النشا، هحط الكاكاو، زي ما قلت لكم الموز لو حابين تشيلوه تقدروا اللي انتوا تشيلوه، تمام. وهبدا احط الكاكاو بالشكل ده، وهقلب كل المكونات الجافه مع بعض، تمام بالشكل ده اهو كده، كل مكونات الجافه كده اتحطت. عندي الدقيق والبيكربونات والبيكنج باودر والنشا والكاكاو والكلام ده كله، وهحط رشه الملح اللي احنا متعودين نحطها على اي مخبوزات او اي كيك احنا بنعمله. هنبدا بعد كده نحط المكونات السائله اللي هي عباره عن ايه؟ كوبايه وربع من السكر، وزي ما قلت لكم السكر بيعتبر من المكونات السائله. عندي نص كوبايه زيت، عندي كوبايه ونص من الميه، ويفضل تبقى دافيه، ومرحله الموز لو موجود عندكم موز هتحطوها في الخطوه دي، تمام، يعني لو في موز هتحط في الخطوه دي، والخل برضو هحطها مع السوائل اللي انا هضربها،
هبدا احط نقطه خل كده كماده رافعه. هات لي جوز هند يا اسلام او خلاط او هضرب الصوص بتاع الشوكولاته اللي هو عباره عن انصاص، نص كوبايه من السكر، نص كوبايه من الميه، ونص كوبايه من الكاكاو. بصوا نفس المقدار على بعض، انصاص كلهم ونص كوبايه من الزيت. تمام كده، يبقى نص كوبايه كاكاو ونص كوبايه من الزيت، وعندي كمان نص كوبايه ميه. تمام اهو بالشكل ده كده، وهضرب كل الكلام ده مع بعض لحد ما يبقى صوص عندي تقيل. بصوا انا كده خلاص ضربت الصوص، كل ما هضربه هيتقل اكتر. انا بالنسبة لي كده تمام زي الفل. حطيت فيه ايه؟ حطيت هنا في الخلاط نص كوبايه من السكر ونص كوبايه من الميه ونص كوبايه من الزيت، وعندي كمان كل نص كوبايه من الكاكاو. ضربتهم في الخلاط، بقى عندي صوص الشوكولاته اللي انا هحطه فوق الوش، وعندي هنا كل المكونات السائله ضربتها كويس جدا مع بعض. ولو عندي الموز هحطه في الخطوه دي، وبيدي نتيجه حلوه قوي لو انتوا حطيتوا كمان الموز. وهبدا احط عليه المكونات الجافه اللي انا ضربتها مع بعض. فدي اسمك، شكرا. تمام، تمام. هرفع بس كل الدقيق اللي في الجناب. الصينية المتبطنة يا اسلام بعد اذنك اهو بالشكل ده. هتاكد بس ان كل الدقيق اللي في الاطراف دخل معايا في ال... كده الكيك جاهز معايا تماما، مش محتاجه اكتر من كده. هنرفع ده كده ورا ونبدا نحط الكيك بتاعنا في القالب اللي احنا عاملينه. ممكن قالب انجلش كيك، ممكن قالب مقاس 22، ممكن القالب اللي احنا بنستخدمينه ده اللي موجود عندكم تقدروا اللي انتوا تستخدموه. شايفين قوام الكيك حلو جدا، ما استخدمناش ولا بيض ولا لبن ولا سمنه ولا اي حاجه من الكلام ده. هيدخل عادي فرن 180 شغال تحت. بس خدت منكم كيكه، خطفت منكم الكيكه انا، صح؟ جريت على الفرن على طول. ايوه انتوا شويه هتكرشوني من نفسي، اخلص البانيو بتاعي. شويه هتقولوا لي يلا مع السلامه. اعملي باي باي. هنقلب الكيك عندنا ونبدا ان احنا نحطه في طبق، ونبدا نحط عليه صوص الشوكولاته اللي احنا عاملينه اهو. بصوا بالشكل ده كده، ونسيبها بقى ايه، نسيب الصوص ينزل عليها. يعني مش عاملين كيك صيامي كمان وخلاص، لا عاملين كيك صيامي متدلع، ما تنكروش يعني مش مدلعاكم النهارده. مدام امال ما كلمتناش اللي كانت طالبه المليون الصيامي، بس تمام معلش يا مدام امال، احنا مستنيين تليفونك اهو. وكلمونا برضو قولوا لنا ايه اكتر الحاجات اللي انتوا بتعملوها في الصيام، وفي ناس بتبقى مميزه في حاجات معينه، قولوا لنا ايه هي والافكار ايه هي اللي انتوا بتعملوها عشان كمان نشارك بعض بيها. هحط عليها شويه جوز هند، يعني اللي انتوا بقى حابينه تزينوه من غير حاجه خالص، هي كده تمام زي الفل مش محتاجه اي حاجه. لو انتوا برضو
على فكره لو انتم مش عايزين صوص وتعملوها كيك بس، يبقى كيك مع كوبايه الشاي الصبح، الكلام ده كله. في ناس مش بتحب طعم الكيكات فيها صوص والحاجات دي، تقدروا تعملوها يعني من غير الصوص اللي احنا عملناه. انا حبيت اوريكم كذا حاجه تقدروا تعملوها في الصيام، وان الصيام ممكن تبتكروا فيه حاجات ما تبقاش مؤيده، وتقدروا ان انتم تعملوها بطريقه حلوه جدا وبسيطه. فعملنا الكيك، تقدروا تقدموه كده، وكمان تقدروا تعملوا له صوص وتقدموه زي كانه يعني جاتوه كده، او بيبقى طعم حلو قوي مع الشاي بلبن، حد جاي لنا يعني. فكره لطيفه تقدروا ان انتم تعملوها بمنتهى السهوله. عملنا ايه النهارده؟ عملنا جلاش بحشو صيامي بالخضار، وقلنا ينفع برضو لو انتوا حابين تغيروا شويه اللحمه والفراخ اللي احنا دايما بنعمل بيها الجلاش، تقدروا برضو تعملوا حشو مختلف بالطريقه اللي احنا عملناها دي. وعملنا عيش البطاطس. عيش البطاطس من الحاجات الحلوه، بيتاكل كده حاف، مش محتاج اي حاجه. لو عاملين كميه تقدروا تحفظوه في الفريزر، ينفع تحطوا عليه التوم بزيت الزيتون مع شويه البقدونس اللي احنا عملناهم، ينفع تعملوا لهم شويه زعتر بزيت زيتون وتعملوا لها رول بجبنه بيضة لو حد مش صايم. تقدروا تعملوا اللي انتوا حابينه واللي انتوا شايفينه بتحبوه اكتر وبتفضلوه اكتر. ده كان المنيو بتاعنا النهارده، يا رب تكون الحلقه عجبتكم، واشوفكم بكره بحلقه جديده ويوم جديد من الطبق طبقنا. استنونا.